بودكاست أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردبشت. ألف سردة وسردر معي أنا لقمان ديركي. المستأجرون في الأرض. وهم أنواع، يبدأ أولها من الغربة وينتهي آخرها بالغربة. فالمستأجر غريب حتى يثبت العكس. هو ذلك الطالب القادم من مدينته الصغيرة أو البعيدة، من قريته، من عالم اضطر إلى مغادرته لتحصيل العلم. كيف يرمقه الجيران الملاكون بتلك النظرات؟ كيف يرمقه المستأجرون القدماء الذين صاروا بحكم الملاكين؟ بل وإن الكثير منهم في بلادنا تحديداً أخذوا حصصهم من البيوت التي استأجروها كحق أصيل، لم يرف لهم جفن وهم يسلبون صاحب البيت نصف ثمن بيته فقط للإخلاء، بل وصار للإخلاء ثمن يسمونه بالفروغ. وتناقلت ملكية احتلال البيت من مستأجر لآخر، صفقات بمبالغ ضخمة يتبادلها المستأجرون فيما بينهم، بينما يأخذ صاحب الملك، والملك لله كما تعرفون، من الجمل إدنه. ولكن ليس كل المستأجرين بمحتلين، خاصة إذا كانت هناك قوانين، والقوانين لا ترحم. فضي البيت يا حبيب، وإذا ما بدك تفضي فمو مشكلة، نحن بنفضي، فتأتي إلى منزلك يا عزيزي فترى عفشك على الرصيف، وترى العتالين وهم يرمون أغراضك الغالية على قلبك فقط من على ظهورهم دون اهتمام. أنت الذي رأيت ملاذك في هذا البيت فاستأجرته، عسى ولعل القادمات من الأيام يتحسن وضعك. وتتأخر قليلا في دفع الإيجار وتجد نفسك في الشارع من جديد، ويا لهول ما يعيشه ابن الشارع، يا للهول، فقد يستجير بك، إنه بلا مأوى، بل وقد تعود إلى بيتك الطلابي فلا تجد لنفسك مكانا تنام فيه، الزوار يحتلون المكان. وطبعا ما في داعي تعرفهم بحالك أنه أنت صاحب البيت، الحال لن يختلف، والمستلقي على سرير لن يهبط من علياء استرخائه ليعيد لك المكان. والأسوأ يحدث عندما يكون السكن مشتركا، تعال تحمل ضيوف شريكك، بل واخدوم والده إذا جاءك زائرا للمدينة، بل وخذ أمه إلى العيادة إمعانا في التضامن والاحترام. فتقول في نفسك إيه إنه إمتى بدي استقل ويصير عندي بيت استأجره لوحدي، وما إن تستأجر لوحدك حتى يبادرك الناصحون. ليش ما بتسجل على جمعية؟ إيوة قلت لي جمعية. إيه جمعية بتدفع بالشهر أقل من الإيجار، بس بدك دفعة أولى. لكنك تستمر في الإيجار، لأن الإيجار عندك طريقة حياة، ويا ما في بالعالم مستأجرين للعقار لا يتملكون، ولاحتلاله لا يأبهون، وبسرقته لا يهتمون، فقط يستخدمونه كما وجد، يستأجرونه، يمنحونه الحياة، يمنحونه ضيوفا طارئين، يمنحونه قلق المسافرين، يمنحونه آخر الشهر أجرته، ودائما عن ذلك يتأخرون المستأجرون. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.